عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي لمسات ام البنات. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نقدم معكم واحد الفقاس بريستيج باللوز والقرقع، كيجي غزال وصراحه ما فيش مقادير بزاف، فخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي 6 ديال البيضات، نص كاس ديال الحليب، كاس معمرش ديال الزبده مذابه، وكاس معمرش ديال الزيت، زلافه ديال سنيده، جوج خمارات فاني، قبيصه ديال الملحه. عندي الطحين باش غادي نجمع، انا غادي نقول لكم في الاخر شحال خصني. عندي كميه ديال القرقع واللوز، الكميه كتحكموا فيها نتوما شحال ما بغيتوا. كناخذوا شي قزعه ولا شي بول، كنديروا هذوك 6 ديال البيضات. يمكن لكم ديروا البنات نص ديال المقادير، يعني ديروا كاس ديال سنيده وثلاثة ديال البيضات وكاس مخلط ما بين الزبده والزيت، يعني ديروا غير نص ديال المقادير. فكنخلط هاد العناصر مزيان، يعني البيض والسنيده مع القبيصه ديال الملحه. البنات سمحوا لي راني كنصور بيد وكنخدم بيد، صراحه كيستحق تجربه هاد الفقاس، والله العظيم كيجي غزال. كنديروا كاس ديال الزبده وكاس معمرش ديال الزيت، كنخلط مزيان هكا غير بشي فوي ولا غير بيدينا باش تنسجم لي العناصر. هو كيجي ما بين الفقاس، يعني لوغو ديال الفقاس، وميم طون فيه بحال الخليط ديال الكيك، يعني ما كيجيش داك الفقاس ديال الزرارع ولا الجنجلان، كيجي زوين وميم طون كيجي بحال الفقاس يعني مقرمش. كنزيدو هذاك نص كاس ديال الحليب، حليب بيان سور يكون بارد، كنخلطو مزيان. نص كاس ديال الزهر، راني نسيت ما قلت لكمش في المقادير. صافي، وكنبقاو نديرو الطحين حتى كتنسجم لينا العناصر. تقريبا انا هز ليا واحد الكيلو ونص كاس، وانتوما على حساب عاوتاني الطحين واش كيشرب ليكم واش ما كيشربش، يعني كتبقاو تجمعوا حتى كتشوفوا الخليط يعني ما يكونش قاصح وما يكونش خفيف. كنزيدو جوج خمارات صافي، وكنجمعوا فحال هكا وكنقسموا على 4، يعني غادي يجيونا 4 ديال لي بوده، يعني نتوما عينكم وزينكم ولا عبروهم. صافي، غادي نديرهم في شي بلاستيكه باش يرتاحوا شويه، ماشي يرتاحوا غير لما نبقى نطلق وحده بوحده باش ما تقيسهمش الهواء ويعطيونا داك القشره الفوقانيه. صافي، غادي نجيب شي ورقه ديال الزبده ولا بلاستيكه ونبقى نطلق فيهم بحال هكا، يعني يكونوا على شكل مستطيل. كندهنهم بالبيض ديال البيض من الفوق، يعني تعودنا دائما كنديروا الفقاس عادي غير بالجنجلان وبالزرار، هكا كنديروا شي حاجه اللي مختلفه. كندير القرقع نورمالمون خصني ندير وحده لاصقه حده وحده باش يجينا هكا، ولكن ما غاديش يكفيني. درت صف ديال القرقع وصف ديال اللوز. اللوز راني صهتو غير شويه في المقيله، كنت مفزقاه في المزهر وصهتو في مقيله، والقرقع خلاص غير مسحتو بمزهر. صافي، كنستفو على هذا الشكل هذا، وكنرو لي هذاك البودان ديالي كما كتشوفوا. راه الطريقه موضحه في لا فيديو، كنتمنى ان الشرح يكون واضح. صافي، وكنستمر على هذه العمليه حتى كنسالي لي بودان اللي عندي كاملين كما كتشوفوا. صافي، وغادي ندهنوهم بالبيض ديال البيض، ويمكن لكم ديروا البيض يعني بيضه كامله وديروا لها يا اما نسكافيه. انا غادي ندير لها اللوز ايفيلي كما شفتوا، يعني باش يبقى دائما البريستيج كنديروا له شي حاجه اللي زعما تكون راقيه. بغيتي ديروا له غير النسكافيه والبيض ديروه له، ماشي مشكل. بغيتي تخليه حتى هكاك راه تيجي زوين، يعني بلا حتى شي حاجه. دائما تنقول لكم في اي وصفه فاش كتزيدوا لها شي اضافات كتزيدوا تغنيوها، ولكن الا بغيتوا تنقصوا راه ماشي مشكل. صافي، كنلصق بيدي مزيان لان كما كتعرفوا اللوز كيتفرتت وكيطيح، كنحاولوا نلصقوه بيدينا باش يتثبت مزيان في البوده. هذاك البودان الاخر ما كانش بقى لي اللوز والكركاع، بقى لي غير شويه. المهم ديبانيتو درت له شويه ديال الزبيب. صافي، كنحاولوا كما قلت لكم نبركوا بيدينا مزيان هذاك اللوز باش ما يطيحش لينا، وكنجيبوا شي كيوردون كنثقبوا هكا بشكل عشوائي باش ما يتفرقاش لينا في الفران.
وكندخلوه للفران، يعني كنطيبوه بشكل عادي بحال اللي كنطيبوه الفقاس، يعني تكون الحراره مهيله، كنطيبوه من الفوق ومن بعد كنهبطوه لتحت كيتحمر غير شي شويه، ما تجهدوش عليه البوطه باش ما يجيكمش مدقس من الداخل. صافي كما كتشوفوا منين كنخرجوه كنقطعوه هكا، ما يكونوش غلاط وما يكونوش رقاق، يعني التقطيع ديال الفقاس عادي. يمكن لكم ديروها نتوما كتحكموا، يمكن لكم ديروا حتى 6 ولا 7 ديال لي بودان على حسب الحجم اللي بغيتو. انا درت 4 ديال لي بودان كما شفتوا، عطاني هذا الشكل فحال هكا. صافي استفتهم ودرتهم في القزديره، طيبتهم من الفوق ومن التحت، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم باش ما يجيكمش لا فيديو طويل راه الطياب ديال الفقاس باين. يعني كتهبطوا لتحت ومن بعد عاوتاني كتقلبوا الفقاس وكطيبوه من الفوق، يعني غير في الاجهزه التحتانيه ديال الفرن، كل وحده والفران ديالها. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا، وبسلام عليكم.